السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير، وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني. كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. تخفيضات بندة الأسبوعية. وقبل ما نبدأ كده يا جماعة، يعني فضلا وليس أمرا وكرما منكم، يعني إيه، حطوا لايك للفيديو بس عشان إيه يرتفع والناس كلها تشوفه إن شاء الله بإذن الله العظيم، وأكون شاكرة ليكم جدا ومقدرة الموضوع ده. طبعا يا جماعة كل أسبوع بندة بتعمل تخفيضات، وتخفيضاتها بسم الله ما شاء الله بيبقى فيها حاجات حلوة، خصوصا زي ما أنتوا شايفين كده الحبحب الكيلو بريال ونص، حلو بسم الله ما شاء الله. هندخل دلوقتي واحده واحده كده. انا طبعا حطيت لكم صور الاول بحيث ان انتوا يعني ايه تاخدوا فكره وتشوفوا التخفيضات والحاجات دي كلها، ونبدا بقى نمشي مع بعض واحده واحده ونشوف ايه اللي عليه تخفيضات الاسبوع ده في بند. بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه عليها تخفيض التفاح ده اللي هو فوجي تشيلي بخمسة ريال، 4.95 هلله، بسم الله ما شاء الله. البرتقال لا معلهوش بستة ريال، هو كان عليه الاسبوع اللي فات. ليمون برضو التركي ده بتمانية ريال. في برتقال للعصير وفي ابو سره، بس الاثنين افريقي مفيش مصري. الليمون بقى عليه عرض، ده ليمون حلو جدا على فكره يا جماعه، مفيش فيه بذر، اللي تحت ده سبعة ريال، واللي فوق ده ليمون مصري عادي، يعني في بذر وفي كل حاجه وريحه الليمون وكل حاجه. اللي تحت ده عن تجربه مفيش فيه بذر، وما شاء الله فيه يعني العصير بتاع الليمون بتاعه كتير ما شاء الله. طبعا عندنا هنا الموز ده الكيلو بخمسة ريال، بسم الله ما شاء الله. اه دي بابايا، بابايا جايزاني، آه طعمها حلو، انتوا عارفين طعمها قريب من الشمام كده يعني. اه والموز بخمسة ريال. طبعا في بعض الفواكه عليها عرض وفي مفيش. اول حاجة هنا عليها عرض ده اللي هو البخاري او البرقوق بعشرة ريال ما شاء الله. المانجا دي جميلة جدا جدا، مانجا مصرية، بصوا فيها طعم المانجا الاصلي، كيلو بتلتاشر ريال. كمثرى مفيش عرض، افوكاتو مفيش عرض، شوف اللي بعده. التفاح تقريبا هو نوع واحد اللي عليه العرض خمسة ريال اللي هو التشيلي ده، انا وريته لكم اول ما دخلنا ما شاء الله. نشوف اللي بعده، ده الموز. الموز كان عليه عرض الاسبوع اللي فات كان بثلاثة ريال، الاسبوع ده بخمسة او باربعة ونص بالظبط يعني ما شاء الله. عندهم الشمام نوعين، نوع الاصفر ده والنوع العادي المتعارف عليه، مفيش عليه عروض الاسبوع ده، كان الاسبوع اللي فات عليه. الحبحب ده بريال ونص طويل، بريال ونص ما شاء الله. والمدور اللي هو الاخضر ده بثلاثة ريال، يعني قريبين من بعض مش بعيد. طبعا ده قسم التلاجة، احيانا بيبقى فيه عروض، في تمر عندهم تمر، اه في عرض على البتاع ده، هو تقريبا زي التوت كده او يعني هالقبيل زي ما انتم شايفين كده، طعمه لاسع شوية زي الليمون، توت بري تقريبا. اه الخيار ده حلو، عرضه حلو جدا على فكره ب 10 ريال. البتاع دي الكرتون اللي انتوا شايفينه ده فيجي 3 كيلو، انا مسكتها ما شاء الله تقيله يعني، تقيله بسم الله ما شاء الله. اه العرض بتاع الخيار ده حلو، 3 كيلو ب 10 ريال، حلو. هنا الجزر ده عليه عرض كيلو ب 6 ريال، استرالي. الطماطم دي اللي هي ابو شوكه بستة ريال برضو، يعني بدأ سعرها ينزل شوية. الخيار بستة، طماطم دي بلدي عليها عرض كيلو بستة برضو، كانت الأسبوع اللي فات بعشرة أو بحداشر تقريبا، يعني نزل سعرها شوية. أنا بفضل أبو شوكة بصراحة في الطبخ، حلوة جدا. الفلفل مفيش حاجة عليها عروض غير الفلفل الحار ده اللي هو المحلي حار، خمسة ريال الكيلو ما شاء الله. اللي عليه عرض هنا برضو الذرة، الذرة ده برضو حلو جدا جدا. انا مش عارفة هو متواجد في بندا كل الفروع ولا بس في الفرع اللي عندنا في الجنوب في ابها. الذرة دي يا جماعة طعمها بصوا عسل، اه بس الواحد يحوشه كده يشوف يعني في حبوب ولا فاضي من جوه. البامية عليها عرض، بامية هندي بتسعة ريال ما شاء الله، كويس كان باربعة وعشرين. الفاصوليا عليها عرض برضو تقريبا بعشرة. الكوسة عليها عرض بسبعة، مش عارفه الكوسه غلت ليه كده، لسه رمضان ما جاش يعني. البتنجان ده بتاع المحشي عليه عرض بخمسه، الابيض بخمسه والاسود بخمسه، اما البتنجان العادي لا معلهوش. دي ملوخيه على فكره، المهباش ملوخيه، ملوخيه ناشفه، قعدت ادور على سعرها ما لقيتهوش، مجربتهاش بصراحه.
يعني لو عوزنا خلي امي تبعت لي شويه من مصر وخلاص. بسم الله. هنا بقى في عروض على بعض انواع القرع. ده قرع اصفر اللي هو الطويل ده، الكيلو بخمسة ريال. على فكره يا جماعه طعمه بيبقى حلو جدا ومش حالي، طعمه زي البطاطس كده. ودينا انواع تانية من انواع القرع برضو. البطاطا بتاعتنا اهي، شفتوا اللي تحت ده؟ ده كركم على فكره، كركم فريش، يعني كتير بيبقى موجود في بندك. كيلو بخمسة وعشرين ريال كركم فريش، الكركم اللي احنا بنعمل بيه الكبسه والحاجات دي الاصفر. شوفوا اهو، بسم الله. شكله جميل من جوه وريحته على فكره ريحته نفاذه جدا، بسم الله ما شاء الله. كيلو بخمسة وعشرين. ده البصل الصغير، يعني عندهم برضو شمندر، ده حلو جدا على فكره للناس اللي بتعاني من فقر الدم، لو عملوه عصير مع فراوله او بشروه على السلطه. عندهم التوم عليه عرض، والبصل الابيض ده عليه عرض ب4 ريال. البصل ده حلو جدا مسكر، يعني ما فيش فيه ريحه البصل خالص ولا حر ولا حاجه. وده البصل المصري بتاعنا ما فيش عليه عروض. البطاطس ما فيش عروض، البطاطس ب4 ريال. نشوف بقى الملفوف. كان في ناس سالوني على الملفوف يا جماعه بتاع المحشي، وقالوا احنا دورنا في فروع الرياض مش موجود. اهو اهو قدامكم اهو، ده الملفوف البلدي بتاع المحشي، موجود متواجد في ابها، فرع الجنوب متواجد فيه، وبتهيألي فرع في ابها اللي في الخميس برضو موجود. بسم الله ما شاء الله، الملفوف ده تحفه تحفه تحفه. انا كل ما رحت جبت اتنين، وبعدين سلقتهم وقطعتهم وحطيتهم في الفريزر، خزنته يعني، لان بصراحه بيجي ايام ما بلاقيهوش خالص في السوق نفس النوعيه الجميله دي. ندخل بقى على بقيه العروض اللي عندهم كده، خلصنا عرض الخضار والفواكه. بسم الله، ده عرض العصير والحليب، ما فيش عندهم اي عروض الاسبوع ده على العصير ولا الحليب. ما نضيعش وقت ونروح للي بعده ما شاء الله. ده بقى العرض بتاع التانك والبيبسي والحاجات دي، برضو ما فيش، ريحونا عشان ما ندخلش. هنا بقى الشيبسي والتسالي، الباجه والمهباج والحاجات دي، هنا ما فيش خالص، يعني ما فيش عروض على المكسرات خالص. في بس عرض على الشيبسي اللي هو تقريبا الثلاثه، ايوه ب15 ريال، اللي هو ليدز بالملح بالخل والليمون بالشطه بالجبنه، جبنه الفرنسيه، اي حاجه الثلاثه ب15 ريال، يعني مش بطال للي غاوي الحاجات دي، مش بطال. نشوف اللي بعده. لاحظوا دايما يا جماعه عروض بندا كتيره جدا، فما بقدرش اغطيها في فيديو واحد، بنزل فيديو على القناه دي وفيديو على القناه الثانيه. ده الحليب المجفف، اول حاجه هنا عليها عرض حليب لونه، العلبه اللي انتم شايفينها دي 1800 جرام ب55 ريال ما شاء الله. اللي بعده تقريبا بندا برضو، حليب بندا، بسم الله ما شاء الله. انا بس عايزه اشوفه كام كيلو. 2 كيلو وربع، 2 كيلو و25 جرام تقريبا، 2 كيلو و25 جرام، عليه عرض برضو ب46 ريال ما شاء الله. في الحليب المكثف المحلى ده ماليزي ب2 ب10 ريال، ده عرض هايل ممتاز، لان الحليب ده معروف اصلا اللي هو غالي، الناس بقى اللي غاويه حلويات وكده، ده عرض حلو. المراعي برضو عامله عرض ب2 ب13 ريال، طبعا العرض الاولاني الماليزي ارخص 2 ب10 يعني. الشاي، ندخل على عروض الشاي. اول حاجه هنا عليها عرض شاي ليبتون لاتنين ب19 ريال، حلو شاي ليبتون فتله ما شاء الله، اتنين ب19 ريال، وده ب19 ونص، لا ده ربيع، ربيع برضو عليه عرض ما شاء الله. في برضو يا جماعه ليبتون الفرط ده كيلو، العرض ده ممتاز، الكيلو بسم الله، شوفوا كيلو، انا مسكت العلبه كيلو كيلو بالظبط، زي ما انتم شايفين كده عليه عرض بسم الله ما شاء الله ب26 ريال، ده عرض ممتاز ممتاز ممتاز، وخصوصا الناس اللي بتحب الشاي الفرد، ليبتون معروف ان هو كويس يعني. في برضه ربيع عليه عرض اللي هو الاخضر، ربيع الشاي الاخضر ب22 ريال، العلبه اللي انتم شايفينها دي، شاي اخضر بالنعناع، لمن يبحثون عن النحافه والرشاقه والحاجات دي. دي القهوه لحد دلوقتي ما فيش، في عرض على القهوه اللي هو نسكافيه، العلبه الكبيره عليه الصلاه والسلام ب16 ريال ما شاء الله، ب16 ريال علبه كبيره على فكره، كميه كبيره يعني لعشاق القهوه نسكافيه، كبيره، اكبر حاجه اكبر كميه. نشوف اللي بعده. ندخل بقى على الكيكات والحاجات دي، تقريبا برضو ما فيش عليها عروض قوي، ادينا بنشوف يعني، كل اسبوع بيبقى في عروض على الكيكه الجاهزه دي.
الصوصات بتاعت الشوكولاته والفراوله والحاجات دي مفيش تقريبا، بس الدقيق هو اللي عليه عرض في المنطقه دي. التلاته ب 13 دقيق، 13 ريال دقيق الكويت، مش بطال العرض حلو. احيانا بيبقى الاربعه وبيبقى الخمسه يعني. السكر، عرض السكر ممتاز على فكره، الاثنين ب 24 ريال الواحده، من الكيس من ده 5 كيلو يعني ال 10 كيلو ب 24 ريال، حلو مش بطال. ده 5 كيلو، ال 10 كيلو يا جماعه ب 24 ريال، عرض حلو للي عايز سكر. سكر الاسره طبعا ممتاز ما شاء الله. في برضو هنا القشطه المراعي الاربعه ب 13 ريال ما شاء الله. شوف اللي بعده، في قشطه باندا الاربعه ب 14 ريال، قشطه بوك الاربعه ب 9 ريال و 75 هلله. وقولوا لي بعدين يا جماعه في الكومنتات التصوير ده احسن ولا بالعرض، لان انا غيرت وضعيه التصوير، بتهيألي كده اكتر المنتجات تبان اكتر يعني. هنا حلاوه باندا نص كيلو ب 10 ريال، حلو مش بطال تقريبا كده نص كيلو يعني، تيجي نص كيلو. نشوف اللي بعده، ندخل بقى على الزيوت، زيت الزيتون والزيوت العادية. أول حاجة هنا عليها عرض بسم الله، زيت عافية ب 23 ريال، هي 22.95 هللة، بس أنا بجيب لكم الآخر يعني. العبوة كبيرة ما شاء الله. وفي زيت باندا برضه عبوة كبيرة خالص ب 50 ريال ما شاء الله، زيت زيتون. والزيت ده المراعي 19 ريال ما شاء الله. وفي زيت برضه الراقي ب 12 ريال، زيت بكر الراقي. جربتهمش بصراحه، انا لما بستخدم زيت الجوف، ودائما انا بقول زيت الجوف من افضل انواع الزيت اللي انا استخدمتها بصراحه، لانه مزروع هنا في المملكه ومعصور في المملكه برضه، من الجوف الى الجوف ان شاء الله. ندخل على الرز البسمتي بقى نشوف عروضه الاسبوع ده. اول حاجه هنا رز ابو كاس 5 كيلو 28 ريال مش بطال، لعشاق ابو كاس حبيب الناس. ابو كاس عنبر بيشاور، مش عارفه ما جربتوش. العنبر ده بيبقى له ريحه كده مميزه قوي قوي، بس انا برضو مش بستسغها قوي يعني، في ناس بتحبه. في برضو المفخره ده 10 كيلو ب 50 ريال، ده عرض حلو على فكره للناس اللي بتحب الرز ده، العرض حلو. ده السفير 5 كيلو 29 ريال ما شاء الله، مزه هندي. في ابو سيوف 10 كيلو ما شاء الله ب 67 ريال للناس اللي بتحبه برضه. الرز المصري ما فيش عليه اي عروض، لا الاسبوع ده ولا الاسبوع اللي فات ما فيش خالص، ولا الصنوايف. البهارات برضه ما فيش يعني، اغلب البهارات اللي هناك بقى هتلاقوها، البهارات السبعه، بهارات السمك، بهارات البرياني، كل البهارات اللي انتوا عايزينها. ندخل على الزيت، اول حاجه هنا الزيت العربي الجرورة اللي انتوا شايفينها دي ب 14 ريال ما شاء الله. جنبه مباشرة زيت نخيل التلاتة ب 34 ريال، يعني مش بطال. زيت حياة الجرورة ب 13 ريال او ب 12.25 هللة بالظبط يعني، صاني ب 12.25 هللة برضه مش بطال. شروق ب 12.25 هللة، تقريبا كلهم متفقين مع بعض. هالة التلاتة ب 34 ريال، 33.95 هلل. شمس ب 14 ريال، اهو شمس عدلته ب 14 ريال، 13.95 هلل. عافية الأربعة اللي انتوا شايفينهم مع بعض دول ب 50 ريال، اتنين كبار واتنين صغار، عائلة كاملة ما شاء الله 50 يعني. بس هنرجع لعروض الطيط والحاجات دي. القسم اللي بعده قسم المكرونه ومعجون الطماطم والطماطم المعلبه. اول حاجه هنا عليها عرض معجون طماطم السعوديه ب 17 ريال، العرض ده حلو مش بطال. معجون طماطم السعوديه من افضل معجون الطماطم هو ورنا، ورنا برده عليها عرض ب 7 ريال، الحبه ب 7 ريال، كان عليها عرض الاسبوع اللي فات الاثنين ب 10 ريال. انا خدت منها الاسبوع اللي فات ما شاء الله. حلو. الطماطم المعلبة، طماطم المعلبة رنا الاتنين بتلاتة ريال ونص، على فكرة يا جماعة للناس اللي ما عندهاش فكرة عن الطماطم المعلبة ممتازة، وخصوصا الطويلة اللي هي الأسباني دي، معلبة ومقشرة رهيبة رهيبة في المحاشي، ملهاش حل للناس اللي ما عندهاش فكرة. والكاتشب ده ما شاء الله 12 ريال، حبة ب 12 ريال.
كاتشب تريبيا بثلاثة بعشرة ريال، عرض رهيب، ثلاثة بعشرة ريال ما شاء الله. الثلاثة بعشرة حلو خالص. ايوه انا بحط ثلاثة جنبه بعض. ايوه الثلاثة بعشرة تريبيا، شركة ممتازة. في كاتشب رانا برضو الاثنين ب 12 ريال، برضو عرض حلو على فكرة. عبوات كبيرة يا جماعة، كاتشب رانا عبوات كبيرة ما شاء الله، عرض حلو برضو. في برضو باندا عاملة عرض الثلاثة بعشرة، يلا ما حدش احسن من حد. حلو، تعجبني المنافسة دي، تعجبني المنافسة في الاسعار، نفسه بعضه كده حلو. في شطة تريفيا الثلاثة بعشرة ريال، برضو حلو ما شاء الله. شركة تريفيا دي ممتازة عن تجربة صراحة يعني. وفي شركات حلوة برضو، بس انا دائما احب اتكلم على الشركات اللي انا ايه جربتها. دي تتبيلة كده، تتبيلة سلطة ستة ريال ونص والله. برضو في ناس بتحب الحاجات دي، بتحب تحطها على السلطات يعني. ودي برضو هي حبة نازلين تحت وحبة فوق، الواحد ما يجي يستخدمها يرج الازازة بقى. برضو الخل هنا عليه عرض، خل رنا الاثنين ب 3 ريال و75 هلل. بصوا يا جماعه الخل كله طعم واحد، كل الخل واحد، هو والطحينه ما بيفرقوش حاجه عن بعض على فكره. الملح ما فيش عروض، طحينه بند عليها عرض، العرض ده حلو، الاثنين ب 10 ريال حلو. انا جايبه منه برضو اللي هو نفس عرض الاسبوع اللي فات. العلبه الكبيره اللي تحت ب 25 ريال الواحده، 25 علبه كبيره على فكره، كميه ما شاء الله، ممكن فيها نص كيلو او اكتر شويه، تقيله. طيب البتاعة دي عليها عرض برضو اللي احنا مش عايزين نقول اسمها. الاتنين ب 11 ريال. طيب الصلصات والحاجات دي، دي صلصة مكرونة ب 11 ريال جودي. المكرونات يعني عرضها الاسبوع ده مش كتير قوي. دي التلاتة ب 11 ريال برضو. برضو فيه اللي هي جودي الخمسة ب 15 ريال، مش بطال العرض ده. الجميل بقى انك تاخد اي نوع انت عايزه يعني، في اشكال كتير جدا، في صغير شفت فيه الفيونكات دي جميلة قوي قوي، شكلها تحفة في الطبخ كده يعني. الخمسة ب 15 ريال ما شاء الله. في جودي دي التلاتة ب 10 ريال. نشوف اللي بعده. القسم ده يا جماعه بتاع الشربات الجاهزه، مرق الدجاج ماجي، مرق الدجاج ماجي ب 16 ريال. شوف اللي بعده، وتقريبا بس الرف ده ما فيش فيها الا مرقه الدجاج بس. ادينا بنشوف. لا عندهم هنا بعض البقول عليها عرض، زي الفريك او البرغل عليه عرض مش بطال، 5 ريال ب 4 ريال ونص بالظبط اللي هو ده، بس هما بيسموا اسماء تانية يعني. اللي هو ده ب 4 ريال ونص ما شاء الله. ودي نوع من انواع البازيلا ناشفة برضو ب 4 ريال ونص. يعني عندهم بعض الاشياء كده عليها عرض ب 4 ريال ونص. طبعا الحاجات دي يا جماعة المهباج اغلبها، وده برضو عرض المهباج الاثنين علبتين فستق مقشر ب 55 ريال. يعني حاجات الحلويات بقى، ده ولا متملح ولا محمص، خلي بالكوا هو ني، اللي عايز بقى ياخده يحمصه ويعمله، ده سكر نبات على فكره. حلو، 9 ريال و25 هلل، سكر نبات حلو. ورق العنب الاسبوع ده ما فيش عليه اي عروض، الاسبوع اللي فات كان العرض بتاعه حلو جدا على فكره، كان العرض رهيب بتاع جودي وبتاع تقريبا كان على جودي وكان على حدائق شتوره. الله. في المخلل اللي تحت ده برطمان كبير قوي رنا ب 15 ريال، مخلل المشكل للغاويين المخللات يعني. هنا المعلبات الاسبوع ده برضو عروضها بسيطه جدا او مفيش بمعنى اصح. التونه اول حاجه، التونه دي المواسم ما شاء الله، الاربعه ب 9 ريال ونص، الاربعه اللي انتم شايفينهم دول ب 9 ريال ونص. وخلي بالكوا يا جماعه دي برضو بند عليها عرض الثلاثه ب 9 ريال. في تونه بتبقى لسه سندوتشات وتونه قطع، خلي بالكوا بيبقى مكتوب عليها من بره عشان ما تجيبوش حاجه وتروحوا البيت تكتشفوا ان انتوا جايبين حاجه انتوا مش عايزينها ما
شاء الله. بسم الله ما شاء الله. نشوف عروض الدجاج بقى عندهم الاسبوع ده. اول حاجة سادية هنا. سادية مجمد ب 14 ريال. الحبة ب 14 ريال. الكرتون بقى سادية ب 130 ريال. كرتون فيه 10. والوزن كيلو 1000 جرام. في طبعا دجاج تاني اللي هو بريتكس ده ب 13 ريال الحبة، 1000 جرام زي ما قلت لكم كيلو. الكرتون منه ب 122 ريال. في حب في 10. اي كرتون دجاج يا جماعه في 10 حبات. في بقى بيختلف في الوزن، في 800، في 900، في 1000، في 1100. امريكانا، دجاج امريكانا ده ب 99 ريال. ده اكيد وزن بسيط مش كبير، يعني ممكن 900 جرام. دي صدور ب 39 ريال ما شاء الله، 2 كيلو. انا بحاول اشوف الوزن بالظبط. 2 كيلو داري، يعني عشان برضو ما اطولش عليكم وما اشغلكوش. في هناك كتير جدا من الصدور عليها عروض. صدور الدجاج دي نقانق لاتنين ب 9 ريال، وفي حبه كبيره ب 11 ريال ان شاء الله. ده فيليه زنجر اللي هو الحر 36 ريال الكيس. طبعا ده اللي هو حاجات المجالي والحاجات دي ان شاء الله. دي بطاطس عليها عروض برضو، اغلب البطاطس اللي هناك عليها عروض، والكريسبي. في امريكانا، رويال، في السنبله، كلها اغلبها عليها عروض زي ما انتم شايفين عشان ما اطولش. يعني في الاثنين ب 13 ريال، وفي الثلاثة ما شاء الله. دي ده الخضار يا جماعه المجمد. في باندا، اغلب منتجات باندا في الخضار عليها عروض ما شاء الله زي ما انتم شايفين. الاثنين ب 6 ريال، والاثنين ب 5 ريال، والاثنين ب 13 ريال. ودي داري، منتجات داري دي على فكره منتجات مصريه. في ملوخيه، في فاصوليا، في باميه، في سبانخ، في كل حاجه. لفت نظري هنا حاجه غريبه هوريها لكم دلوقتي، اول مره اشوفها. منتجات السنبله طبعا معروفه نمبر 1 ما شاء الله. شوفوا بقى، لفت نظري حاجه غريبه. كل ده عليه عروض. لفت نظري ايه؟ عجينة الفلافل. أول مرة أعرف إنهم بيعملوا عجينة فلافل. نجربها بقى إن شاء الله، رغم إن أنا بعملها يعني عادي، بس عادي مش عيب إن الواحد يجرب. يعني لو كانت حلوة فحلوة، مفيش مشاكل. يعني عندهم برضو الفواكه المجمدة عليها عروض. داري، منتجات داري زي ما قلت لكم، منتجات مصرية. الكيس ب 10 ريال، في ب 10، وفي ب 15، وفي ب 16. هنا خلاص نروح بقى على اللي بعده. نروح بقى نشوف اسعار البيض. اول حاجه هنا عندهم بيض احمر ما شفتوش بقالي فتره. ده الصغير مش الكبير، تقريبا دي ب 12. بكام بقى؟ ب 10 ريال و25 هلل. حلو، سعرها حلو. الكبير بقى اللي هي الكرتونه الكبيره ب 19 ريال ما شاء الله. الوطنيه، الدجاج، نشوف عروض الدجاج. اكتر حاجه عليها عروض في باندا الاسبوع ده في الدجاج هو دجاج التنميه. في صدور، في صدور مخليه، فيه سيقان، في اجنحه، في كبد عليها عروض برضو. الكبده عرضها حلو هوريه لكم دلوقتي. الثلاثه اللي مع بعض دول ب 40 ريال يعني، وده ب 7 ريال. ده بصوا قطع كده حلو على فكره، قطعه من هنا وقطعه من هنا، دجاجه مقطعه يعني. دي صدور 18 ريال. الصدور بتبقى غاليه شويه، 7 ريال ونص. سيقان، 3 سيقان الورك يعني. في ده مفروم 13 ريال و25 هلله زي ما قلت لكم. اليوم في اليوم، في التنميه، في فقيه، في الرج الذهبي، الوطنيه. عندهم برده شاورما، لغوات الشاورما متبله على طول. دي ب 13 و25 هلله ان شاء الله. اللي جنبها دي اليوم دجاج متبل، اللي عايز يشوي جاهز على طول. 13 ونص، وفي ب 15 ونص، واللي فوق دي شاورما ب 17 ونص تقريبا، وده دجاج متبل برضو. اللحمه بقى، اللحمه اللي انتم شايفينها دي كلها مستورده. في برضو بلدي، في لحم خرفان، وفي لحم بقر، بس الاغلبيه في الفرع ده بتكون استرالي. دي مستورده كلها على فكره. انتم شايفينها دي
14 ريال و4 هلالات. يعني ده قسم الروجين بقى، استفيانة والحاجات دي. نشوف الاجبان، اغلب الاجبان اللي عندهم برضو عشان وقت الفيديو. في هناك كتير اجبان عليها عروض زي ما انتم شايفين، في الدوبل كريم وفي الفيتا وفيه المخللات وفي بعض المربات واللبنة عليها عرض. ما شاء الله المخللات اغلبها عليها عروض، يعني الورقة الصفرة دي تبقى عرض. طبعا قسم الحلويات عندهم بسيط قوي، لانه ده اللي انا فيه فرع صغير مش هايبر كبير. الهايبر الكبير في الخميس وانا ساكنة في ابها يعني. بعض الكيكات الصغيرة كده عليها عروض 13 ريال. التوست احيانا بيجي عليه عروض بس الاسبوع ده مفيش. وبعض الكيكات، ده قسم الكيكات مفيش طبعا. لا فيه تقريبا، ايوه كيك امريكانا فريش كيك ده 8 ريال و25 هلله. طيب نشوف بقى عندهم المهباج. زي ما قلت لكم قبل كده المهباج هتلاقوه في اغلب الهايبرات بتاع باندا. هنا في عرض اهو على الكزبره الناشفه ب 20 ريال الكيلو، والفلفل الاسود ب 33 ريال، يعني كان ب 74 خبر. غالي اراه غالي. في زي ما قلت لكم المهباج كل اسبوع برضو بيعمل عروض. في الفستق ده ب 70 كيلو ب 70 ان شاء الله. في مملح وفي مش مملح، يعني كل حاجه موجوده. عندهم برضو الجريش عليه عرض هوريه لكم دلوقتي، والهريس. الهريس ب 7 ريال. هو ده هريس كيلو ب 7، وده الجريش ب 7 برضو، اتنين زي بعض. عندهم القهوه التركي عليها عرض 35 ريال. دي كانت عروض المهباج للاسبوع ده. نشوف الاجبان بقى قبل ما نقفل. هنا مفيش. عندهم عرض حلو قوي على الجبن، جبنه المراعي ثلاثه مع بعض ما شاء الله ب 33 ريال، يعني الواحده تقريبا واقفه ب 10. عرض ممتاز. بريزيدون عليها عرض 19 ريال العلبه الكبيره اللي هي نص كيلو. في برضو الجبن اللي هي المثلثات بريزيدون عليها عرض. فيه كيري، في عبوه كبيره هناك ب 32 ريال ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، يعني عروض الجبن مش بطاله. الموزاريلا ما فيش عليها عروض خالص هناك. في المويه دي عليها عرض برضو ب 11 ريال الكرتون. في برضو دي عليها عرض 13 ريال. وهي دي يا جماعه كانت اغلب العروض بتاعه باندا الاسبوع ده. اتمنى انها تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.